من جانبها أكدت السيدة إيمان الدوسري وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لشؤون التجارة ضرورة مراعاة الإجراءات الاحترازية مع قرار اللجنة التنسيقية بالسماح باستئناف عمل المحال التجارية والصناعية في مملكة البحرين. أكد على ضرورة استمرار الأسواق والمنشآت والمجمعات التجارية بتطبيق التعليمات الصادرة للحد من انتشار فيروس كورونا COVID-19 خلال شهر رمضان المبارك، كما يجب على الأسواق والمحلات التجارية الالتزام بالتدابير والإجراءات الوقائية مثل ما تفضل دكتور وليد وشرحها، من أهمها التباعد الاجتماعي وعدم التهاون كذلك في تنفيذها بالشكل الذي يضمن سلامة المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين. هذا ونود أن أؤكد على استمرار تكثيف الحملات التفتيشية والتأكد من تطبيق الأسواق والمحلات التجارية لكافة القرارات والإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار الفيروس ودعوة المواطنين الكرام للإبلاغ عن أي مخالفات وتجاوزات بهذا الخصوص.